إن الله يحب المقسطين يعني العادلين. لما قبل بأسبوع تكون الزوجة عم بتقول قدام أهلها والله زوجي ما في منه، أنا الله عز وجل أنعم علي بهذا الزوج، أنا أخلاقي صعبة غير هالرجال ما بيتحملني، بعد أسبوع بتلاقي السماوات نزلت على الأرض، هيدا الرجل ما بيلبق لي ولا أنا بلبق له، أنا انضربت على راسي يوم اللي قبلت فيه ولا في صفة منيحة هذا الرجل، أنا كنت كذا وكذا لما قبلت. إيه، وبتكون هي نفس الشخص نفس الشكل نفس الإنسان.